رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. أهلا وسهلا بكم في الحلقة 12 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ومرة جديدة أيها الإخوة، الناس جميعا، نحن جميعا، بيوتنا جميعا بحاجة إلى تأهيل للزواج. أنا أنصح كل شاب ذاهب نحو الزواج أن يتأهل، أن يسمع أمثال هذه الدورة ليكون على استعداد لما يجري معه بعد الزواج. كل أب عنده فتاة تخطب الآن ويقرع بابها ويقرع بابها الخاطبون، ينبغي له أن يؤهلها للزواج، ومثل هذه الدورة تساعده في هذا الأمر إن شاء الله تعالى. في الحلقة الماضية بدأنا حديثا عن العقد أو ما نسميه نحن كتب الكتاب، وتحدثنا في العقد عن الاستخارة، وقلنا بأن العقد من الممكن أن يجرى في أي أوقات السنة. وبدأنا حديثا عن أركان العقد. ما أركان العقد؟ عقد الزواج. أركان العقد عند الشافعية خمسة: الصيغة والزوجان والشاهدان والولي. الصيغة يعني إيجاب وقبول، يعني أن تقول لوالد زوجتك زوجني ابنتك فيقول زوجتك، أو هو يقول لك زوجتك ابنتي فتقول له أنت قبلت الزواج، وأنت تقول على كتاب الله وسنة رسوله. ينبغي أن نحكم كتاب الله وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داخل بيوتنا. الآن فيما يتعلق بالصيغة أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح الزواج، لا يوجد مزح في الزواج، لا يوجد هزل في الزواج، لا يوجد تهريج في الزواج. الإسلام أيها الإخوة، هذا الدين جاء للحفاظ على خمسة أمور: جاء لحفظ النفس النسل، وحفظ النفس، وحفظ المال، وحفظ العقل، وحفظ الدين. في حفظ النسل يقولون حفظ النسل وحفظ العرض. الإسلام لا يوجد فيه تلاعب بالأعراض، بل في الإسلام رعاية للأعراض، لذلك لا يوجد مزاح في الزواج. يعني لا يقول رجل لآخر زوجني ابنتك فيقول زوجتك، بعد دقيقة يقول والله كنت أمزح، أنا لا أريد زواجا منها. لا يوجد مزاح. مهما كنت لاعبا فلا تلعب بدينك، لا تلعب بعرضك، لا تلعب بعقول الناس، لا تلعب بالنخوة والشرف الموجود بين الخلائق. لا يجوز لرجل يكون جالسا مع صديقه يقول له والله عندي بنت، شايفة هذه البنت مناسبة لك، شو رأيك زوجك ياها؟ فيقول أتزوج ابنتك، فيقول زوجتك، ثم يقولان لا لا كنا نحن نمزح. لا يوجد لعب ولا مزاح في أعراض الناس، بل الأعراض محترمة في هذه الشريعة. في الصيغة
تقول زوجني ابنتك ويقول زوجتك. ونقطة أخيرة في الصيغة، عقد الزواج قالوا في تعريفه هو عقد على التأبيد، يعني أنت تقول زوجني ابنتك على كتاب الله وسنة رسوله بمهر كذا يقول زوجتك، ما أحد يقول زوجني ابنتك لمدة شهر، زوجني ابنتك لمدة سنة، زوجني ابنتك لمدة 3 سنوات الجامعة، زوجني ابنتك ريثما أحصل على الجرين كارت الكرت الأخضر، زوجني ابنتك ريثما أحصل على الجنسية عندكم. هذا في الشريعة لا يجوز. إذا حدد العقد بمدة قليلة كانت أو كثيرة، يوما شهرا سنة 5 سنوات، صار العقد حراما، وهذا ما يسمى نكاح المتعة. نكاح المتعة عقد مؤقت، أما الزواج في الشريعة عقد على التأبيد، زوجني ابنتك فيقول زوجتك. الآن بعض الشباب يكون مسافرا إلى بلد شرقيا أو غربي، يقول أنا سأتزوج فتاة شرقية أو غربية حتى أحصل على الجنسية بعد ذلك أطلقها. الآن في أثناء العقد هو يقول زوجني ابنتك يقول زوجتك ولا يذكر المدة، لكن في قلبه نية أنه يتزوجها لمدة شهر أو سنة أو أكثر أو أقل، ما الحكم؟ الزواج صحيح لكنه آثم، وربنا سيحاسبه على الذي في قلبه. يا أخي تزوجها لهذه الإنسانة لعل الله يجعل لك فيها خيرا كثيرا، وإذا رأيتها غير جديرة بزواجك فلا تتزوج، وبلاش هذه الجنسية، خليك في جنسية بلدك وأرضك الذي نشأت فيها. الأعراض لا تباع في الإسلام ولا تشترى ولا يتاجر بها ولا يتلاعب بها ولا تدخل في هزل ولا في تهريج. أول ركن من أركان العقد الصيغة. الركن الثاني من أركان العقد الزوج والزوجة. الركن الرابع الشاهدان، لا بد في عقد الزواج من شهود، والشاهدان ينبغي أن يكونا من العدول، الناس الصالحون الأتقياء المشهود لهم بالصلاح. أما أن يذهب شاب مع رجلين يأخذهما من الطريق كيفما اتفق له، وربما أخذهما من مكان لا يرضي الله تعالى، يقول لهما تعالى اشهدا بأنني أريد أتزوج فلانا، فربما يحل فسق هذين الشاهدين على هذا العقد، ويكون في حياته صعوبة وشدة بسبب سوء الشاهدين. الشاهدان لابد أن يكونا من الصلحاء من الأتقياء من المشهود لهم بالصلاح، أو على أقل تقدير لا يعرف عنهم فسق. لا يجوز زواج بغير شهود. المالكية قالوا إنه يجوز إبرام العقد بدون شهود، لكن يحرم الدخول والجماع والبناء إلا بعد الإشهاد. يعني يبرم العقد بدون شهود، لكن قبل الجماع وقبل الدخول لابد من شهود. الركن الخامس وهو ركن مهم انتبهنا له أيتها الأخوات الحاضرات والسامعات، هذا الركن الولي. الفتاة لها ولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. لا نكاح، لا زواج صحيح إلا بوجود ولي، ولي أمر هذه الفتاة، أبوها، جدها، إن لم يكن أخوها، إن لم يكن عمها، المهم لها ولي ليعقد العقد مع هذا الخاطب. لا نكاح إلا بولي. وفي حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لماذا أيها الإخوة؟ حتى لا يغرر شاب مفترس بفتاة بريئة صالحة تبحث عن عفة وتبحث عن أسرة وتبحث عمن يحوطها من الرجال بالحلال، يغير
ويغرر بها ذئب مفترس من الشباب فيذهب بها وحدها إلى مكان مع شاهدين من أصحاب السوء من أصحابه ليقول لها زوجيني نفسك فتقول زوجتك فيقضي منها وطره ثم بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يتركها ويمضي بغير رجعة. لا بد عند الشافعية من ولي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال يجوز للفتاة أن تتولى أمر العقد بنفسها بشرط أن تكون بالغة عاقلة واعية وبشرط أن يكون الشاب كفؤاً، فإذا لم يكن كفؤاً كان لأبيها أن يرفع دعوى عند القاضي الشرعي ليمنع هذا الزواج. لكن ما نقوله للناس عامة، يا أيها الشباب لا تتزوجوا فتيات إلا بوجود أوليائهن. يا أيتها الأخوات، يا أيتها البنات، لا ترضين أن تذهبن نحو عقد الزواج إلا بوجود أولياء أموركم، وإلا فنحن نخاف عليكم. وأذكر مرة وبعد صلاة الجمعة جاءني شاب يقول لي يا أستاذ هل تعقد أنت عقدا للزواج؟ الشاب خمنت أن يكون عمره 20 سنة. قلت له قف قليلا حتى أسلم على الناس وينصرفوا. سلمت على الناس وانصرف الناس. التفت إليه قلت له من يريد أن يتزوج؟ قال أنا، عمره 20 سنة. قلت ماذا تعمل؟ قال أنا طالب جامعي. قلت أين الزوجة؟ أين الفتاة؟ قال موجودة. قلت أين أبوها؟ قال والله أبوها في بلد آخر، هي من غير هذا البلد. قلت أين الشهود؟ قال الشهود موجودون. قلت أصحابك في الجامعة؟ قال نعم. قلت أسألك بالله أترضى أن يأتي شاب ليأخذ أختك من الجامعة بهذه الطريقة التي أخذت بها هذه الفتاة؟ أترضى أن يأتي شاب ليأخذ ابنتك غدا من الطريق بدون وجودك أنت أبوها، ويأتي بصاحبين من أصحابه في الشارع ليذهبوا معا إلى رجل يقولون له اعقد علينا العقد؟ سكت هذا الشاب ورأيت الدمعة في عينيه. قلت أنا أعلم أنك الآن شاب تريد زوجة وأمور الزواج صعبة، لكن أنصحك أن تصبر، وإياك أن تقضي من مثل هذه الفتاة وطرك ثم تمضي أنت نحو حالك وهي نحو حالها، فتكون قد أسأت لها. أراك شابا مؤمنا جئت إلى المسجد وجئت إلى شيخ في المسجد لتسأله عن هذا الحكم، لا تفعل حتى يحمي الله تعالى لك أولادك ويحمي لك أخواتك وإخوانك. يا أيتها الأخوات، لا تتزوج واحدة منكن بدون ولي. الولي قوة لك ورعاية لك، وأنت أيها الشاب لا ترضى أن تتزوج إلا من فتاة وليها موجود. نتابع إن شاء الله تعالى الحديث عن العقد بعد الفاصل، فانتظرونا. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله، مرحبا بكم في القسم الثاني بعد هذا الفاصل في الحلقة 12 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، ونحن نتكلم عن العقد أو كتب الكتاب. وكنا تحدثنا قبل الفاصل عن أركان عقد الزواج الخمسة: الصيغة والزوجان العاقدان والشاهدان والولي. الآن ماذا عن المهر؟ ماذا عن الصداق؟ الصداق حكم من أحكام العقد. ما إن عقدت على فتاة حتى يترتب عليك ما يتعلق بهذا العقد من صداق. يسن في الإسلام أن لا يكون الصداق مغالا فيه. قال العلماء، بل أجمع العلماء على أن المهور إذا صارت مرتفعة جدا بحيث عزف الشباب الأكفاء عن الزواج وفسدوا أو فسدت البنات، أجمع العلماء على أن المغالاة بالمهور تصير حراما.
وأذكر أن أحد الإخوة الأطباء كان في بلد غربي يدرس الاختصاص وجاء إلى الشام يريد أن يتزوج، وكانت أمه قد بحثت له عن فتيات جهزتها حتى إذا جاء إلى الشام يذهب ليختار الزوجة المناسبة له. لما ذهب واجتمع بالعائلة المناسبة ووصلوا إلى المدارسة فيما يتعلق بالمهر، قالت هذه العائلة لهذا الشاب الطبيب، وهو طبيب دين خلوق، قالوا له: نحن نريد مهرا لابنتنا 1,000,000 ليرة سورية. فوجئ هذا الشاب واتصل بي بعد أن خرج من عندهم، قال: يا أستاذ، الأسعار في البلد هكذا صارت؟ نعم، كأن الفتيات صار لهن أسعار. أنت تريد فتاة من أي محلة ستدفع المبلغ الفلاني. تقول بعض العوائل: نحن نرفع هذا الرقم لنحمي ابنتنا. والله لا يحمي ابنتك إلا تقوى الله، والله لا يحمي الفتاة إلا الزوج الصالح، وإلا فإن الزوج الفاسد سيسيء إليها ويضغط عليها ولن يطلقها حتى تتنازل عن كل حقها ثم يطلقها هناك. ابحث عن صلاحه أكثر مما تبحث عن ماله. لا بأس أن يكون الرقم مناسبا معتدلا، لكن لا أن يكون مغالا فيه مغالاة شديدة. وربما صار ناس يتكلمون بالملايين فيما يتعلق بمهور بناتهن. يسن ألا نغالي في المهور، بالمقابل يسن ألا نخفض في المهور تخفيضا شديدا. يعني بعض الآباء يأتيه شاب صالح أو غير صالح يريد أن يتزوج ابنته، يقول: يا عمو كم المهر؟ يقول: خذب بلاش. لا يوجد بالإسلام خذب بلاش. بعضهم يقول: أنا لا أريد شيئا، أريد خاتم فضة، هذا هو المهر. هذا ليس من الإسلام في رفعة ومكانة. بعض الناس يقول: أنا أريد درهم فضة. بعضهم يقول: 10 ليرات فضة، هذا مهر ابنتي. بعضهم يقول: مهر ابنتي هذا المصحف. مع كل مكانة المصحف وتقدير المصحف، فليس من السنة أن تخفض مهر البنت بهذه الطريقة. لا تغالي في مهر بنتك، ولا تخفض الرقم إلى مرتبة شديدة وقليلة جدا. كن معتدلا، حدثه بمبلغ من المال يمثل ميله نحو هذه الفتاة، يمثل هدية يقدمها لهذه الفتاة. كن معتدلا، خاصة إذا كان هذا الشاب هو من حالة متوسطة، لابد أن يبذل رقما هدية إكراما لهذه الفتاة. ولذلك الإسلام أكرم هذه المرأة: ولا يحل زواج بغير صداق. يعني لو قلنا زواج بدون مهر لا يوجد في الإسلام، حتى لو أنه لم يسمى المهر تأخذ هذه الفتاة مهر مثلها، مهر أقرانها. فالصداق حكم من أحكام العقد، والصداق يسن فيه أن لا يكون غاليا جدا، ولا أن يكون أيضا ضعيفا جدا وقليلا جدا. الآن تعرف الناس في الصداق أن يكون مقدما ومؤخرا. الأصل في الشرع غير، لا يوجد لا المقدم ولا المؤخر، الصداق صداق. ما إن تزوجت تدفع هذا المبلغ أو تأتي بهذه الهدية وينتهي الأمر. لكن تعرف الناس على قسمة هذا المبلغ إلى قسمين: مقدم ومؤخر، تخفيفا على العريس. فهذا لا بأس به، أن نجعل الصداق قسم مقدم وقسم مؤخر. هذا أمر يلتقي مع الشرع، والشرع يرضى بالعرف الذي يساعد الناس على الخير وعلى الخيرات. أيضا فيما يتعلق بالمهر، الناس الآن يتحدثون عن مهر مقبوض وغير مقبوض. يعني كثير من زيجات شبابنا اليوم يقولون: المهر غير مقبوض. أيضا هذا أمر يقره الشرع. غير مقبوض يعني هو دين في رقبتك أيها الشاب. لكن انتبه، بعض النساء، بعض الأهالي، أهالي النساء يقول: أنا سأطلب لابنتي 2,000,000 ليرة سوري غير مقبوض. يا أخي، يقول هذا الشاب، يقول: أنا ما قدرتي هذا المبلغ، ولا قدرتي 1,000,000 ولا نصف 1,000,000. يقول: يا ابني، هو كله حبر على ورق،
هو بس اكتبه كتابة أنت، هو غير مقبوض. لا ترضى أيها الشاب، لأن هذا المبلغ دين في عنقك وينبغي عليك أن تؤديه، وليس الأمر حبرا على ورق أبدا، هذا أمر أنت ستدفعه اليوم أو غدا أو بعد غد وسيسألك الله عنه. اكتب الرقم الذي تستطيع أن تدفعه، اتفق معه على الشيء الذي تستطيع أن تؤديه. أما أن تكتب مبلغا عاليا ثم يقولون لك هو حبر على ورق فلا ترضى بهذا الشيء. نقطة أخرى، كثير من أمهاتنا وآبائنا كانت مهورهم 1000 ليرة سورية قبل 40 سنة أو 50 سنة أو 2000 ليرة سورية. في الشام الناس يتعارفون، ولعله في بلاد أخرى، أن الرجل لا يعطي زوجته المؤخر إلا إذا مات أو إذا طلقها. هذا العرف ليس صحيحا، هذا المبلغ هو من حق هذه المرأة، 100,000 ليرة سورية أو 200,000 ليرة سورية أو 2000 دولار أو 10,000 دولار حق هذه المرأة. الآن أنت معسر أثناء العقد، أنت تجهز الدار وتجهز الأثاث، لكن بعد 2 أو 3 أو 5 صار معك من المال الرقم الجيد، لابد أن تخرج هذا المال وتقول لزوجتك تفضلي هذا هو مهرك، هذا هو المقدم وهذا هو المؤخر، أعطها، لأن هذا المبلغ دين في رقبتك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. يعني إذا استدنت منك أنا مبلغا وكنت فقيرا وتأخرت بالأداء لا بأس، لكن إذا صرت غنيا وملكت أنا هذا المبلغ ينبغي علي أن أعطيك المبلغ، وإذا ما طلتك وتأخرت فأنا ظالم لك. زوجتك عندما رضيت الزواج بك جعلت هذا المهر غير مقبوض رحمة بك، الآن أنت غني بعد 2 أو 5 أو 7 وصار في جيبك هذا المبلغ، أعطيها لهذه المرأة، قل هذا مهرك جزاك الله خيرا صبرت علي. هي تأخذ هذا المبلغ تدخله في التجارة تنتفع به، يأتيها مدخول تفرح هذا مالها. بعض الرجال يقول: لا يا أخي، أنا أشتغل به ويعود المردود لي، وعندما أموت أعطوها من الإرث. طيب، أنت عندما تموت ربما كان مهرك قبل 50 سنة 1000 ليرة سورية، 1000 ليرة سورية الآن ماذا تساوي؟ 100 دولار ماذا تساوي الآن؟ لا تساوي شيئا أو شيئا بسيطا. لذلك إذا ملكت مالا أعطي زوجتك حقها من المقدم والمؤخر. لكن بعض النساء يقع في خواطرهن، إذا أعطاها زوجها المقدم والمؤخر تقول: تقبرني بدك تتجوز علي؟ يعني تتوقع أن يتزوج عليها. لا، لا يشترط إذا أعطاك حقك أنه يريد أن يتزوج عليك، هذا حقك من المال خذيه وهو حلال لك. الفقرة الأخيرة فيما يتعلق بالمهر، هناك شيء يسمى عند الناس مهر السر ومهر العلن. كيف؟ يأتي خاطب ليخطب من أسرة، وعندما يتفقون على أجزاء وتفاصيل العقد ويقررون العقد يقول: يا ابني كم ستدفع أنت في المهر؟ يقول: والله أنا ممكن أدفع 100,000 ليرة مقدم و 100,000 ليرة مؤخر. يقول له: طيب، أنا موافق على هذا الأمر، أبوها للفتاة، لكن غدا أمام الرجال قل أنت أن المهر 1,000,000 مقدم و1,000,000 مؤخر، لأننا نحب أمام الناس أن يذكر هذا 1,000,000 بأن عائلة فلان تأخذ 1,000,000 ليرة سورية أو أكثر أو أقل. مهر في السر يقول: بيني وبينك 100,000، في المحكمة سنأخذ منك 100,000، أما أمام الناس قل 1,000,000. ما الحكم؟ أي المهرين هو الذي يقع والذي تستحقه المرأة هدية من زوجها؟ جمهور العلماء قالوا إن المهر الذي يقترن بالعقد هو الذي يقع، سواء كان بالسر أو بالعلن. يعني عندما تقول أول مرة لعمك: زوجني ابنتك
على كتاب الله وسنة رسوله ومهر مقداره كذا ويقول لك زوجتك، هذا الكذا هنا هذا الذي يجب عليك، سواء كان هذا الكلام في السر أو كان في العلن. الرقم الذي يقترن بالعقد يلازم العقد لأول مرة، العقد الأول، لأن بعض الناس يجرون عقدا في السر في مجلس خاص ثم يجرون العقد مرة ثانية في مجلس عام. الآن مهما كان الأمر عاما أو خاصا، الرقم الذي يقترن بالعقد لأول مرة هو الذي يتوجب عليك سرا كان أو علانية. يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، هذه بعض القضايا في العقد، ما يسمى كتب الكتاب. وهناك إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهي حلقة ثالثة نتابعها أيضا في حديث عن العقد، أمور أخرى مرتبطة بالعقد ينبغي على كل شاب وعلى كل فتاة وعلى كل أسرة أن تعلمها قبل أن يذهبوا باتجاه العقد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذا ما استطعنا أن نفيدكم فيه في هذه الحلقة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول، فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حلي، فتاة قلبها سكن يضم الزوج.